يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند اللي انا مفتقده جدا في الحقيقه. الاسبوعين اللي فاتوا كنت مع الفريق في كاس العالم للانديه في الامارات، الحمد لله الاهلي كان موفق وجاب البرونزيه، كان ممكن يوصل لابعد من كده كمان لان البطوله كانت يعني في المتناول، وهحكي لحضراتكم كل الكواليس والتفاصيل وليه هي كانت في المتناول، لكن الظروف هي اللي كانت قصاد النادي الاهلي. لكن في كل الاحوال يعتبر انجاز كبير جدا حققه الفريق هناك في ابو ظبي تحديدا، فبالتالي مفتقد البرنامج جدا، واكيد هنتكلم في حاجات كتير جدا على مدار فقرات البرنامج المختلفه في حلقه اليوم. كمان منتظرين تفاعل حضراتكم معانا على سؤال الحلقه، والسؤال طبعا بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم اللي فرحنا جامد جدا، والرجاله بتوعنا الجامدين قوي ما شاء الله عليهم، واللي قدروا ان هم يعملوا بطوله كبيره في اصعب الظروف. بالتالي ايه هي رسالتكم او رساله حضراتكم للاعبي الاهلي عقب العوده من مونديال الانديه وقبل بدايه تحدي جديد في دوري ابطال افريقيا؟ تقدروا تتواصلوا معانا كالعاده من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة. ده بخلاف ان احنا كمان هيكون عندنا بعض الأخبار العالمية والمحلية، يعني ان اسعفنا الوقت واخر التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق كمان للمباراة المقبلة. خلصنا هلال واكتسحنا هلال بنتيجة 4 وهو الهلال السعودي، ان شاء الله باذن الله نكون جاهزين لمباراة الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا، ومشوار جديد نحو حصد هذا اللقب للمرة الثالثة على التوالي يا رب باذن الله، عشان نحاول نحقق طموحنا في كاس العالم للاندية وهو الوصول للمباراة النهائية باذن الله تعالى. البداية دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم ويبدأ الاستعداد للهلال غدا. وكمان الأهلي يستضيف مباريات المريخ في دوري الأبطال، أهلا بيهم. وأخيرا المنتخب يواجه السنغال على استاد القاهرة ب50,000 مشجع، يا رب التوفيق لمصر بإذن الله ونوصل كأس العالم. طيب تعالوا نشوف اهم وابرز المباريات في مختلف البطولات النهارده. النهارده في الدوري المصري في ماتشين، الماتش الاولاني الاتحاد السكندري وايسترن كومباني، التعادل الايجابي 1-1 بين الفرقتين في ماتش كويس ومثير في الحقيقه. المباراه الثانيه هتكون كمان نص ساعه ما بين مصر المقصه وطلائع الجيش، ايضا مباراه هتكون مهمه للفرقتين. ده الدوري المصري. اما بخصوص الدوري الاسباني، النهارده في مباراه واحده استكمال الجوله اللي بدات، وهي مباراة ريال مايوركا مع أتلتيك بلباو، هتكون الساعة 10 بالليل. أما الدوري الإيطالي فالنهاردة أيضا مباراة وحيدة لاستكمال الجولة اللي بدأت، سبيزيا مع فيورنتينا الساعة 10 إلا ربع. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات حول العالم. طيب النهاردة في الحقيقة ذكرى وفاة نجم كبير جدا جدا من نجوم النادي الأهلي وأسطورة كبيرة الناس كلها دايما يعني بتستشهد بيها في الحب وفي الانتماء للقلعة الحمراء، وهو الكابتن الكبير الراحل ومن أحد أعظم حراس الكرة المصرية، وهو الكابتن ثابت البطل، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وبالمناسبة دي النهاردة الساعة 11 بالليل هيكون في فيلم هيتعرض على شاشة قناة النادي الأهلي، فيلم تسجيلي بعنوان سيرة البطل، الساعة 11 بالليل بإذن الله. مش هنحرق لكم الفيلم لكن اتفرجوا عليه، لأن في الحقيقة اسم وأسطورة زي دي تستحق كل الاهتمام والتقدير والتكريم حتى في ظل غيابه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. عاش ثابت ومات بطل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني طبعا لازم نبتدي الحلقه النهارده بالكلام على فرقتنا، اللعيبه الرجال اللي عندنا في النادي الاهلي بصراحه، واللي فرحوا كل الجماهير الاهلاويه وجماهير الكره المصريه. بالمناسبه يعني الاهلي بيمثل مصر في البطوله دي، يعني دي حاجه مش عايز ارجع ورا، لكن كان في كلام مستفز يعني كتير جدا بيتقال، الواحد كان هناك ماسك نفسه شويه. لكن في كل الاحوال ممثل مصر وافريقيا النادي الاهلي شرف القاره وشرف يعني بلدنا الحبيبه مصر وشرف كل الاهلاويه بيعني مشاركته المميزه في كاس العالم للانديه، المشاركه اللي كان يعني مصحوب بيها ظروف كتير قوي 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 تعرض ليها الفريق سواء قبل البطوله او اثناء البطوله. هتقول لي ايه اللي حصل اثناء البطوله؟ ما هو اللعيبه الدوليه جت، اقول لك كان في ايقافات سواء قفشه ايمن اشرف اثنين مهمين، اللعيبه حتى الدوليه اللي جت لعيبه مجهده جدا والله، فعلا تعبانين قوي قوي، فالظروف كلها كانت رايحه في اتجاه ايه؟ والكلام واكيد حضراتكم كنتم متابعين قبل البطوله، يتقال لك الاهلي هيطلع الاخير في كاس العالم للانديه،
ده اللي كان بيتقال. صح صح، الاهلي ربنا يستر عليه في كاس العالم للانديه. الحمد لله ربنا ستر، والحمد لله الاهلي كان عنده ابطال في الملعب، ما بيفرقش معاهم ظروف او مش ظروف، ناس بتلعب عشان اللي هي موجوده في الاهلي. طالما هي موجوده في الاهلي ايا كان مين اللي بيلعب فهو يستحق التواجد، لان هو لعيب كبير، لان هو لعيب جامد. هو الاهلي مش هيتعاقد مع اي حد او مش هيطلع اي حد من قطاع الناشئين غير لما يكون بيستحق ان هو يمثل النادي الاهلي وان هو يمثل مصر برضه. فدي جزئيه مهمه. لا ده احنا هنركز على موضوع ايه ممثل مصر ده كتير قوي قوي، لان في الحقيقه اكتر منظومه بتفرح الشعب المصري في الرياضه هي منظومه النادي الاهلي. هتيجي بقى يمين معايا هتيجي شمال مش هتلاقي حل. هو الاهلي اللي بيفرح شعب مصر، ومنتخبنا باذن الله واحد احد كمان هيفرحنا بالتاهل لكاس العالم. ما كناش موفقين في ماتش النهائي بتاع السنغال في ضربات الجزاء، لكن برضو كان عندنا ابطال وفرحونا في البطوله كلها. يعني كان ناقص التكه الاخيره وناخد كاس الامم الافريقيه يعني. لكن في كل الاحوال الاهلي بكل اللي حصل معاه، فبالتالي اللي حصل ده اعجاز. وانا عايز اتكلم على البطوله دي تحديدا، لان الاهلي كان يقدر ياخد بطوله في المتناول. يعني ايه في المتناول؟ يعني السنه دي انا هناك كنت شايف وشاهد على كل حاجه. السنه دي الاهلي لو ما كانش الظروف ما عنداه وما كانش اللعيبه الدوليه غايبه عن اول ماتش، كسبنا اول ماتش بس قصدي ان هم مش مجاهدين لما جم، والاصابات دي ما كانتش حصلت، ها الاهلي كان ممكن ياخد كاس العالم للانديه. ايه بطوله؟ والله العظيم بقول لك زي ما انا بقول لك كده، كان ممكن ناخد كاس العالم للانديه. طب ازاي يا عم؟ ما تقعدش بقى تقول اي كلام وتشيلسي ومش تشيلسي اولا تشيلسي بتمر بأسوأ فتراته، أسوأ فتره لفريق تشيلسي هذا الموسم. فريق جامد ولاعيبه تقيله قوي بس عندهم اصابات كتير، ها مأثره عليهم، رغم كده خدوا كاس العالم للانديه. بس شفنا بالميراس ازاي كانوا ممكن يكونوا قريبين من البطوله. حلو، طب ما بالميراس دي احنا نفسنا خسرنا منها، خسرنا بتفاصيل صغيره حتى في ظل الغيابات الكتيره، بس خسرنا في تفاصيل صغيره كان ممكن تفاديها جدا. وبالميراس ده اللي احنا كسبناه السنه اللي فاتت وخدنا البرونزيه برضه. فكانت من اسهل البطولات للنادي الاهلي انه ياخد كاس العالم للانديه. من اسهل البطولات ومن اسهل التحديات، انت بتقابل تشيلسي مش البايرن. يعني كان ممكن تقابل تشيلسي تقدر يعني ايه تسد معاهم، ويا سيدي على الاقل تقدر توصل ضربات جزاء. كنت تقدر. البايرن لا، البايرن صعب جدا. زي السنه اللي فاتت كده. لكن حظ الاهلي هو اللي عطله عن عدم تحقيق اللقب هذا الموسم. لكن الحلم ما انتهاش ولا الطموح انتهى، لان ناس كتير جدا كانت بتتكلم في ايه السنه اللي فاتت برضو بعد ما رجع الفريق من كاس العالم للانديه في قطر. قال لك احنا قلقانين، وجمهور الاهلي طبعا عنده كل الحق، بيبقوا قلقانين على الفرقه وقلقانين على عدم تجدد الدوافع وقلقانين على حاجات كتير قوي. فالناس تقول اللعيبه دي والجيل ده خد افريقيا بالقضيه ممكن، وخد ثالث كاس عالم انديه بالجهاز الفني ده بكل الكلام ده، فممكن يبقى عندهم تشبع، وخدوا دوري وكاس مصر وسوبر وسوبر افريقيا، خدوا كل حاجه، خدوا كل البطولات، فالدوافع هيجددوها ازاي الناس دي؟ لا احنا قلقانين، ده احنا مش هناخد افريقيا تاني. وكنا بنقول والله ان الدوافع بتتجدد، وان الفرقه هتاخد افريقيا تاني، وان الفرقه هتشرف مصر في كاس العالم للانديه. تمام؟ وفعلا حصل. الكلام هيتكرر برضو دلوقتي، هيقول لك طب ما هو اللعيبه دي خدت 2 برونزيه في كاس العالم، اللعيبه دي برضو حققت كل حاجه، الجيل ده حقق كل حاجه، هل الدوافع انتهت؟ الطموح انتهت؟ انتهى؟ والله ابدا ابدا ابدا. اللعيبه دي بالجهاز الفني ده، بمجلس الاداره، المنظومه كلها، بالجمهور كله ملم وعنده يقين كبير جدا ان احنا في يوم من الايام هنقدر نحقق الطموح ده. ايه هو الطموح؟ نفسنا ناخد البطوله، والله ما بنهزر، نفسنا ناخد البطوله. صعبه جدا برضو، ما فيهاش نقاش، صعبه، مش صعبه جدا، ده صعبه جدا وحط 10 جدا. لكن على اقل تقدير عايزين نشوف ميداليه بلون تاني على راي مستر بيتسو موسيماني. الراجل وانا بسجل معاه برضو قال ايه؟ قال كلمه حلوه قوي عجبتني. قال انا مش مبسوط ومش سعيد بالبرونزيه. طبعا انجاز يحسب لنا كمجهود وكفتره صعبه جدا علينا وظروف وكلام من ده، لكن انا نفسي اخد ميداليه بلون تاني، سواء فضيه او برونزيه. فهو ده الطموح اللي موجود عند الجهاز الفني. موسيماني ومعاونيه كابتن سامي مصر الاخر، بصراحه الراجل بيعمل مجهود عظيم جدا، كل اعضاء الجهاز الفني، بالطب، بالاداري، كابتن سعد عبد الحفيظ برضو من الناس يعني الجنود المعلومه مش مجهوله، اللي بصراحه برضو راجل يعني دماغه توزن بلد وعارف ازاي يقدر يخلق الدوافع عند اللعيبه هو والجهاز الفني، حاجه جميله جدا. كل اعضاء الجهاز الفني، الناس دي كلها والله بتفكر في حاجه واحده. بعد ما خلصنا الماتش
بتاع المركز الثالث بتاع الهلال وكسبنا 4، كله بيفكر في احنا عايزين ناخد ميداليه تانية، احنا عايزين نوصل نهائي كاس عالم. كله بيفكر حتى في يوم التتويج بالبرونزيه، في اليوم ده الناس كلها بتفكر في كده، عايزين نوصل نهائي كاس عالم. فالحلم موجود والطموح موجود وهيشتغلوا عليه وهيفضلوا يقاتلوا لحد ما يوصلوا لنهائي كاس العالم، وباذن الله في يوم من الايام هيحصل، اجلا ام عاجلا هيحصل، وباذن الله يكون السنه الجديده دي، الموسم الجديد ده، نوصل نهائي كاس العالم. ليه؟ لان عندنا منظومه كبيره محترمه في مقدمتها، جمهور النادي الاهلي اللي كان ليه دور فعال جدا في كاس العالم للانديه هناك في ابو ظبي، ها، بمجلس الاداره، بالجهاز الفني، باللاعبين، كل المنظومه، كل الناس عايزه تحقق الحلم ده. ومش هيبقى اخر الطموح، يعني لما توصل مباراه النهائيه لا هيبقى عندك طموح اكبر انك تاخد البطوله باذن الله، ومين عارف ممكن تقدر تاخد البطوله. عايز اتكلم بقى على موسيماني والنبي، لان الراجل ده بصراحه مش عارف اقول ايه. فقبل في كاس الرابطه، لو تفتكروا حضراتكم التصريحات والساده الافاضل المحللين كانوا بيقولوا ايه، هو الراجل مريح لعيبه الاهلي الاساسيين قوي كتير قوي كده، هو مريحهم كتير كده، هو الراجل ده مش فاهم حاجه ولا ايه؟ يا عم موسيماني لاعب الدوليين او لاعب الاساسيين عشان يبقوا جاهزين لكاس العالم. بعد بقى ايه الماتش الاول والماتش الثاني والماتش الثالث، جه لعبهم الماتش الرابع خسرنا 3 من سموحه. حلو؟ قال لك موسيماني وازاي لاعب الدولي الاساسيين وازاي يعمل كده ومش عارف ايه؟ جه الماتش اللي بعده راح مريح الاساسيين. قال لك يا سيدي انت المفروض تخليهم يكملوا عشان رجلهم تبقى في الملعب ويبقوا جاهزين، انت بتريحهم الماتش الاخير، انت ازاي بتعمل كده وبتدي يعني وقت كبير جدا من الاجازات وبتدي ايام كتيره من الاجازات؟ الراجل ده مش فاهم حاجه، احنا متخوفين على الاهلي، احنا والراجل ده لازم يبقى فيه وقفه. والراجل عمل ايه؟ الراجل عمل ايه؟ رد على الناس كلها كالعاده، بيرد على الناس كالعاده، مفيش مره تهاجم الراجل ده غير لما بيرد في الملعب. بالمناسبه واحنا كنا قريبين منه هناك، قال انا حظي حلو ان انا مش بفهم عربي، حظي حلو ان انا مش بفهم عربي، لان انا عارف الناس بتقول لي ان في انتقادات عليا كتير ومش عارف ايه، ممكن يكون ده مساعدني ان انا مش فاهم عربي، فانا مركز، انا مكمل في طريقي، ما مش مهم الناس بتقول ايه، المهم انا بعمل ايه، المهم احنا ازاي بنساعد بعض وبنسعد جماهير النادي الاهلي. فلو تفتكروا الناس اللي كانت بتقعد تقطع في موسيماني في كاس الرابطه اللي اصلا الاهلي مفتقد ناس كتير وكان بيلعب بالناشئين وادى بشكل كويس، ها، واصابات كتير وكلام من ده، كانوا بيقطعوا في الراجل ازاي، وتشوف دلوقتي هيقولوا ايه. اولا ممكن بعضهم يقول لك إيه؟ والله انا قريت تصريح امبارح موتني من الضحك، موتني من الضحك، قعدت اضحك كده مع نفسي ماسك الموبايل واقرا التصريح ده، قعدت اضحك مع نفسي. قال لك موسيماني ضيع فوز كبير قوي على الهلال السعودي، ازاي يكسب 4 بس؟ يعني نعمل يعمل ايه تاني الراجل؟ يعني ازاي يكسب 4 بس؟ يعني يعمل ايه؟ المفروض يكسب 10 الهلال السعودي اللي هو اقوى فريق في اسيا، بطل اسيا، اللي الناس كلها بتتشدق بامكانياته والناس كلها بتشيد بامكانيات الهلال، وهم فعلا نادي كبير وجماهير كبيره وامكانيات جامده قوي ومحترفين. ايه يا راجل ده؟ الراجل اللي اسمه مانيجا ده بتاع منتخب مالي ما شاء الله عليه، خسرانين 4 والراجل رايح جاي في الملعب، حاجه جامده قوي، ها، محترفين قد كده وكلام من ده، كان المفروض يعمل ايه موسيماني غير 4؟ يعني ضيع فوز كبير، كان لازم يكسب اكتر، مش لاقيين حاجه تنتقدوها في الراجل؟ يعني يعمل ايه تاني؟ في كل الاحوال اللي عايز ينتقد ينتقد، رغم ان الانتقاد حق للجميع، بس حبيبي بعد اذن حضراتكم يا جماعه، لما تيجوا تنتقدوا انتقدوا على اسس، على حاجات فعلا تستحق الانتقاد، مش لمجرد الانتقاد، مش مجرد ان انا ابقى بهاجم موسيماني والاهلي عشان اسمي يبقى ترند، عشان الناس تتكلم عني، عشان العناوين للاسف سواء في الصحف ولا في المواقع تاخد اسمي. ده مش صح، انت بتقلل من نفسك كشخص، انت راجل غير موضوعي وغير متزن تحليليا، انت بتفكر في ايه؟ الناس هتكتب هتقول ايه عني، مش بتفكر الناس هتحترمني ولا لا. هي دي المشكله اللي عندنا دلوقتي في بعض المحللين وبعض الشخصيات اللي بتظهر من خلال شاشات التلفزيون. لكن برضو الحمد لله احنا عندنا جهاز فني ما بيتاثرش بالكلام ده، وعندنا مجلس اداره ما بيتاثرش بالكلام ده، اللي الناس كانت بتهاجم مجلس الاداره والناس اللي قعدت تقول لك فريرا جاي فريرا جاي فريرا جاي، فضلنا قاعدين مستنيين فريرا، مش لاقيين غير موسيماني بيجيب بطولات، مش لاقيين غير موسيماني بيجيب انجازات، وموسيماني مش بيجيبها لوحده،
موسيماني عنده اداره جامده قوي بتساعده، ها عنده لجنه تخطيط جامده قوي بتساعده، عنده جماهير قبل كل ده طبعا بتساعده، وعنده توفيق والتوفيق مطلوب. فبالتالي ده شيء من الاشياء المهمه جدا، الراجل ده لازم ياخد حقه بصراحه يعني. ده فيما يتعلق بالاهلي وكواليسه في رحله ابو ظبي، وباذن الله الفتره اللي جايه هنشوف افضل كمان من الاهلي، وافضل وافضل، وباذن الله الطموح هيتحقق. الفتره اللي جايه بقى ايه؟ بيتخللها مباريات وجدول صعب للغايه. ماتشات كتير جدا في افريقيا والدوري، وعندك كمان الدوليين اللي عندك الكتير ما شاء الله عليهم مع المنتخب، ربنا يكرمهم يا رب ويفرحونا ويفرحوا كل شعب مصر بالتاهل لكاس العالم باذن الله. وتحديات كتير بدايتها ايه؟ الهلال السوداني. الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا، ومهم قوي البدايه تكون قويه. فرقه مسافره يوم الاربعاء، ماتش باذن الله يوم الجمعه، ماتش صعب قوي. الهلال مختلف عن السنه اللي فاتت، ملعب صعب كل حاجه. فانت ازاي تقدر تفصل ما بين انجاز وما بين تحدي جديد؟ هو فعلا تحدي جديد، وانا واثق بشكل كبير قوي في ثقافه الفصل ما بين حاجه وحاجه هنا في النادي الاهلي. وده اللي بيحصل، وده اللي شفناه بعد مباراه مونتيري وبعد مباراه بالميراس، سواء لما كسبت او خسرت. فماتش الهلال هيبقى صعب جدا. من ضمن كمان الاخبار المهمه جدا، والاهلي اللي بيبقى دايما حريص على ان علاقاته تكون مميزه بكل انديه افريقيا والوطن العربي وباي حد، في الحقيقه بيلبي طلب المريخ السوداني وبيستضيف مبارياته في دوري الابطال. المريخي عنده مشكله في الملعب بتاعه، فبالتالي قرر انه يلعب في القاهره، اختار استاد الاهلي والسلام، ونسق مع الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده مسؤول المريخ مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. الراجل برضه بصراحه بيعمل مجهودات عظيمه جدا، واستقبل الفريق امبارح هو وزير الشباب والرياضه في مطار القاهره الدولي. فبالتالي انطلاقا من العلاقات التاريخيه اللي بتربط طبعا بين الشعبين الشقيقين مصر والسودان، وفي اطار الروابط اللي بتجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الاهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقه على استضافه جميع مباريات المريخ في دوري رابطه الابطال الافريقي على ملعب الاهلي والسلام. وابدت اداره الاهلي تعاونها الكامل مع الاشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبله، سواء بالنسبه لملاعب التدريب او ما يساعدهم على تحقيق الاهداف الخاصه بهم. وعبرت اداره الاهلي عن ترحيبها بالتعاون والمسانده لكافه الانديه السودانيه والعربيه الشقيقه في كل المحافل، فيما اكدت اداره المريخ السوداني على تقديرها لموقف النادي الاهلي المصري وسرعه استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف، واشاروا الى اعتزازهم وكل الجماهير السودانيه بالنادي الاهلي وادارته وما يقدمه من تعاون ودعم لكل اشقائه من الانديه العربيه بوجه عام والسودانيه بشكل خاص. ودي حاجة محترمة ومميزة جدا، وبصراحة يعني هتدينا برضو أفضلية لما نلعب مباراة المريخ أو ماتشين يبقوا على القاهرة، فدي تدينا أفضلية في مجموعة صعبة جدا فيها صن داونز كمان والهلال. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في المرحلة دي. لسه عندي كلام كتير وأخبار كتير، هنروح بس الفصل الأول، بعد الفصل نرجع نكمل، فاستنونا. يلا أهلا بحضراتكم مرة تانية. أخبار كتير بتتقال دايما على الأهلي في الصحف وفي المواقع بالتحديد، يعني من خلال كمان الحسابات الرسمية على السوشيال ميديا، فأنا عايز أتكلم عن بعض الأخبار ونعلق عليها بتفاصيل أكتر وأكتر. فخلينا نبتدي بالحساب الرسمي يلا كورة على تويتر، واللي كتبوا إن مجلس إدارة الأهلي قرر صرف مكافأة مالية قدرها 220 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق كان ضمن القائمة اللي شاركت في كأس العالم للأندية الأخيرة. ويعني المكافآت والحاجات اللي زي دي انا مش بحب اتكلم عليها غير لما تكون حاجه خارجه من النادي الاهلي بشكل رسمي، لكن هو اجتهاد من يلا كوره، لكن اكيد هيكون في مكافآت ماليه لان الناس دي تستحق بصراحه، وكله طبقا للوائح وطبقا لرؤيه مجلس اداره النادي الاهلي او يعني كوره في النادي الاهلي. بيتسو موسيماني المدير الفني سيحصل على مكافاه شهر من راتبه بواقع 140 ألف دولار، وشهر لباقي اعضاء الجهاز الفني من راتبهم ايضا. دي حاجات برده تفاصيل مش هنتكلم عليها غير لما يتم الاعلان عنها بشكل رسمي من خلال شاشه قناه الاهلي او من خلال الموقع الرسمي للنادي. من ضمن كمان الاخبار من الحساب الرسمي لبوابه الاهرام على تويتر، نشروا ان الاستاذ العمري فاروق رئيسا لبعثه الاهلي في السودان، وطبعا شيء مهم. الاستاذ عمري فاروق من القامات الكبيره جدا جدا في النادي الاهلي، واكيد رئاسته للبعثه برضه من ضمن الجوانب اللي تدي دوافع كبيره بالنسبه للفريق اللي ممتلئ بالدوافع في الحقيقه، حتى رغم تحقيق العديد والعديد من الانجازات مؤخرا. ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم كل التوفيق في رحله صعبه زي دي. تعال نروح للحساب الرسمي لكوره بلس على تويتر، واللي قالوا ان الشناوي طالب بالمشاركه امام الهلال السوداني، لكن الجهاز الطبي يرفض المجازفه.
طبيب الفريق التمهل، وسيكون يعني طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبله يعني طالب ان يكون في تمهل في مشاركه الشناوي. طب خليني اتكلم معاكم على موضوع الشناوي، بس انا مش هتكلم بكل التفاصيل لان دي امانه ما ينفعش ان انا يعني اقولها. تعالى لي يا عمره، لان قصه الشناوي والاصابات مهمه شويه. الشناوي الامور بالنسبه له بتتحسن، تمام؟ الامور بالنسبه له بتتحسن، موعد مشاركته قريب، مش هقدر اقول اكتر من كده. هو دايما عنده اصرار في المشاركه وكده، بس في نفس الوقت بيبقى عايز يشارك وهو سليم، فالناس فاكره ان الشناوي بيلعب وهو مصاب. لا، لان الاصابات اللي جات له مؤخرا في العضله الخلفيه، العضله الخلفيه دي بتتقسم لثلاث اوتار او ثلاث عضلات حاجه كده، يعني عشان يعني ايه المصطلحات الطبيه انا مش شاطر فيها طبعا، لكن هي كده في اجزاء في العضله الخلفيه. الاصابه الاخيره اللي جات له مع منتخب مصر كان بسبب الملعب، وكانت في جزء اخر من الاصابه اللي جات له في نفس الرجل في نفس العضله، يعني العضله هي هي بس الجزء من العضله مختلف في الاصابه، فبالتالي مفيش تجدد لاصابه الشناوي، ده امر مؤكد. موعد عودته مش هقدر اقول موعد عودته غير لما النادي هو اللي يقول، او غير لما اللاعب هو اللي يعلن، او الجهاز الطبي هو اللي يعلن، دي حاجه تخصهم يعني، لكن ان شاء الله باذن الله عوده قريبه جدا. ده بالنسبه للشناوي. الحاجه الثانيه بيرسي تاو ماشي بشكل ممتاز. الشناوي بالمناسبه برده كان هناك في ابو ظبي بيقوم بتدريبات تاهيليه في صاله الجيم، وتدريبات تاهيليه في ملعب الكره، وكان الامور ماشيه بالنسبه له بشكل ايجابي. نفس الحال بالنسبه لبيرسي تاو اللي قرب جدا من العوده للمشاركه في المباريات، واحنا عارفين كان عنده مزق في العضله الاماميه جات له قبل يعني السفر للاسف، ويعني ممكن قبل ماتش الهلال او بعد ماتش الهلال على اقصى تقدير ينتظم في التدريبات الجماعيه مع الفريق، وده امر جيد جدا بالنسبه لبيرسي تاو. اكرم طبعا اكرم توفيق صليبي فبعيد، هيبتدي اولى مراحل التاهيل قريب هناك في احدى الدول العربيه، وعمار كذلك لسه هيعمل الجراحه. بدر بنون قدامه بالظبط حوالي 3 اسابيع ويقدر يخش مع الفريق. متولي برده قريبا يعود للتدريبات الجماعيه مع الاهلي. ده فيما يتعلق بالاصابات. تعالوا نكمل بقى الاخبار اللي في السوشيال ميديا اللي ابتديناها، فنبتدي بالحساب الرسمي او نكمل بالحساب الرسمي المصري الرياضي على تويتر، واللي قالوا ان موسيماني زي ما حضراتكم شايفين كده وجه رساله تحذير للاعبي الاهلي قبل مواجهه الهلال المرتقبه بشان الافراط في الفرحه وتاثيرهم على تركيزهم في مباراه الهلال السوداني، لانها ضربت البدايه من دوري الابطال وبوابه العوده من جديد الى مونديال الانديه. هي ما بتبقاش رساله تحذيريه اللي هو لا خلي بالكم مش عارف ايه، لا هو الموضوع بيبقى يا جماعه احنا بنقفل صفحه وبنفتح صفحة جديدة. الإنجاز أو الإخفاق ده كان في الماضي. الأهم دايما بالنسبة لجمهور الأهلي إيه؟ اللي جاي. التحدي اللي قدامك هتتعامل معاه إزاي؟ إزاي تقدر تتغلب وتتخطى الصعاب اللي بتقابلك؟ من ضمن الصعاب مباراة الهلال السوداني، مفيش نقاش في كده، ماتش صعب قوي قوي قوي. فبالتالي الناس دي بتعرف تفصل، حتى لو لا قدر الله يعني ما وفقناش في هذه المباراة، مش معناه إن إحنا لسه كنا بنفرح وإن الأهلي وفرقة فرحانين، لا هو هيبقى عدم توفيق. ومش يومك، لكن هم كلهم هيعملوا كل اللي عليهم عشان يكسبوا الماتش ده، ده امر مؤكد يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر لسه من الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي، واللي نشره ان الهلال السوداني اعلن حضور 15,000 مشجع على مباراه الاهلي في دوري الابطال. وفي الحقيقه زي ما قلنا ماتش هيبقى صعب، وجمهور الهلال السوداني طبعا دايما متحمس، فبالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويقدر باذن الله يحصد اول 3 نقاط في مشواره في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا في مشوار الفوز باللقب باذن الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في اخبار ثانيه بتتعلق بالاهلي، فاستنونا. نكمل اخبار الاهلي في السوشيال ميديا، ففي خبر مهم بيتعلق باحمد عبد القادر، وده من اليوم السابع، واللي يعني خلقوا خبر، عارف يعني لما تكون انت ايه بتحاول تخلق خبر من مفيش فماشي. قال لك ان احمد عبد القادر ينسف مفاوضات الاهلي مع ابراهيم عادل، على اساس ان فيه اصلا مفاوضات ما بين الاهلي وابراهيم عادل في الفتره الحاليه. ممكن لو كانوا بيتكلموا على فتره سابقه ممكن اوكي، لكن حاليا مفيش اي مفاوضات مع ابراهيم عادل، وسابقا ما كانش فيه اي اعلان عن مفاوضات ما بين الاهلي وابراهيم عادل او الاهلي وبيراميدز يعني. فهم هنا بيقولوا يعني ان تالق احمد عبد القادر ان هو اصبح احد الاوراق السحريه في الاهلي، وبعد بالتحديد مشاركته في كاس العالم للانديه، فخلت الاهلي ان هو صرف النظر على ابراهيم عادل. الكلام ده هو طبعا احمد عبد القادر متالق جدا، ابراهيم عادل اللي عايز اكده ان مفيش اي مفاوضات ما بين الاهلي وما بين الولد في الفتره الحاليه اطلاقا اطلاقا، لكن محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، لكن ده امر مؤكد. احمد عبد القادر نجم كبير، وفي الحقيقه بصراحه من فتره كبيره من بعد قفشه كده ما شفتش
كوير في الملعب، لعيب كوره، عارفين يعني ايه لعيب كوره؟ لعيب كوره اللي هو ياخد ويعدي ويرقص ويروح ويجي وكلام من ده. هنا كمان بيتطرقوا لقفشه وان قفشه مستواه متراجع في الخبر ده وكلام من ده، وانا شايف ان قفشه مظلوم. قفشه ممكن ما كانش موفق شويه في كاس العالم للانديه، ممكن يعني البعض يرى كده، لكن قفشه قيمه كبيره في نص ملعب النادي الاهلي. قفشه طريقه اللعب ممكن ما تكونش مساعده ان احنا نشوف قفشه بتاع القضيه ممكن وكلام من ده، لكن في نفس الوقت هو مؤثر. سيبك من كاس العالم، لو انت شايف من وجهه نظرك ان قفشه كان وحش في مباراه مثلا مونتري او في ماشي وجهه نظر الناس مفيش مشكله، لكن قفشه على مدار السبع مباريات اللي اتلعبوا في الدوري كان جامد جدا وكان بيتالق وكان مهم وعامل اكتر من اسيست. فبالتالي قفشه قيمه كبيره جدا جدا، الناس دايما بتبقى مهتمه باللعيب النجم السوبر ستار، وقفشه سوبر ستار بصراحه يعني، فده طبيعي. طيب تعالوا بسرعه نروح للاخبار الخاصه بالترند المحلي، وهي اخبار تتعلق بمنتخبنا الوطني، ونشوف ايه الجديد بالتحديد بعد ما خلصنا ملف النادي الاهلي. كوره بلس تقول لك ان حلمي مشهور تصريحات ليه وعضو مجلس اداره اتحاد مصر لكره القدم، قال رساله محمد صلاح الجماهير كانت فاصله في مشوار المنتخب، وقصده على كلام محمد صلاح ان الناس لازم تشجع المنتخب مش الانديه. انا بتفق جدا جدا في رساله او مع محمد صلاح في رسالته، ده امر مؤكد، لكن ممكن كنت اختلف معاه شويه في التوقيت. كان موفق ان الامور مشيت الحمد لله، لكن التوقيت ما كانش وجهه نظر يعني ما كانش صح، لكن كلامه مظبوط ومهم جدا. لكن كنت افضل ان التوقيت يكون مختلف عن قبل مباراه كوت ديفوار على ما اتذكر يعني. فده يعني تصريح من التصريحات. خلينا كمان نروح لليوم السابع على تويتر، وبيقولوا اخر كلام، استاد القاهره يستضيف مباراه منتخب مصر والسنغال لتصفيات كاس العالم. ده لازم يعني، دي ما فيهاش يعني، لازم يبقى استاد القاهره باجواءه بالرعب بتاعه للمنافسين بالجماهير اللي باذن الله قال لك 50,000، وده اللي هيكون معانا في الخبر اللي جاي، 50,000 مصري متحمس بيموت نفسه في التشجيع، اكيد هيكونوا مؤثرين معانا جدا جدا باذن الله في المباراه الاولى، لان هي الاهم. احنا بس عايزين نطلع الماتش الاول ده 2-0، مش عايزين اكتر من كده، 2-0 يا سيدي، 1-0 وان شاء الله هنتعامل هناك يعني، المهم نكسب وما تخش فينا اجوان اهم كمان. فبالتالي برضو تصريحات السيد حلمي مشهور عضو مجلس اداره اتحاد الكره، قال 50,000 مشجع بشكل رسمي في مباراه السنغال، خلاص يا رب نكون موفقين. في الجول كمان بيقولوا ان عبد المنعم حصل على بطاقتين صفراوين في الادوار الاقصائيه، وهو ما يعني ايقافه عن اللقاء المقبل لمنتخب مصر، لكن يبقى السؤال هل يغيب اللاعب عن اول مباراه رسميه للفراعنه؟ تفاصيل الخبر يعني بيتكلموا ان لازم تكون بطوله قاريه وبطوله يعني مجمعه وكلام من ده، لكن هم هيغيب عن تصفيات امم افريقيا اللي جايه مش تصفيات المونديال. يعني انت دلوقتي خدت انذارين ورا بعض في بطولة الأمم الأفريقية، هتغيب عن تصفيات أول مباراة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية لمنتخب مصر هيغيب عنها محمد عبد المنعم، لكن تصفيات المونديال يبقى كده هو هيقدر يشارك قدام السنغال ذهابا وإيابا في التصفيات، وده خبر مهم وكويس، لأن غياب حجازي لو ما لحقش الماتش أعتقد إن هو صعب يلحق، فعبد المنعم مهم قوي قوي يعني بصراحة، ما شاء الله لعيب كويس جدا، فكل التوفيق ليهم بإذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وهو من المصري الرياضي، ومحمد هاني يدخل حسابات كيروش لمباراتي السنغال. ده امر طبيعي، ده لازم، لان محمد هاني هو ما دخلش حسابات الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب، لكن محمد هاني لما بيبقى رجله في الملعب وبيجيب مستواه، انا من وجهه نظري بشوف ان هو افضل باك رايت في مصر من غير مبالغه يعني. لعيب كورته عاليه قوي، في بعض الفترات ما كانش موفق، في بعض الفترات كان وحش، بنتكلم بصراحه، لكن هو قيمته كبيره ولعيب مهم قوي في الناحيه اليمين سواء للاهلي او لمنتخب مصر، اعتقد بنسبه كبيره هيكون موجود مع المنتخب في التصفيات ان شاء الله، نتمنى له كل التوفيق. طيب يلا كوره، مصدر بالمنتخب قالوا ايه؟ قالوا حجازي لن يلحق بمباراتي السنغال، ودي ضربه قويه قوي للاسف، اللاعب يحتاج لفتره علاج وتاهيل، ومن الصعب ان يكون جاهزا للمواجهه الحاسمه امام السنغال في المونديال. حجازي طبعا لعيب تقيل، نتمنى له العوده سريعا. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل تفاصيل اخرى واخبار جديده، يلا بينا. طيب سؤال الحلقه النهارده كان بيتعلق برسائلكم للاعبي الاهلي بعد الفوز بالبرونزيه وقبل التحدي الجديد من بطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه الهلال هي البدايه باذن الله. فنبتدي باحمد عادل وهبه، واللي قال رسالتي للاعيبه انكم ابطال وان اللي جاي اصعب، لان الحفاظ على النجاح صعب جدا، واتمنى احمد عبد القادر يثبت في التشكيله الاساسيه الموسمين. ماشي، تعال نخش على رساله طويله شويه من احمد حنوره، بيقول اولا رسالة ايه بس اللي هتكفيكم حقكم؟ ده انا عاوز اكتب قصايد وابيات شعر. يا سلام، لو طلنا اللي عدوا حدود العالميه من بعد ما موسيماني قدامهم خطه جهنميه. ماشي،
الثانيه عاوزين ال 11 يمس عشان نجيب واحده ذهب باذن الله ثالثا، وده الاهم. انا بتفرج على الماتش لايف وانا في السوبر، جيت وكل ما الاهلي يجيب جون بحضن حد جامد، يعني اجواء فرحه وكبيره جدا طبعا اثناء المباراه. والرسائل برضو من الرسائل الكويسه اللي تدي دفع للعيبه ان شاء الله الفتره الجايه يكونوا احسن ويفرحونا اكتر. وائل النشار قال شرفتونا والقادم احسن ان شاء الله. تعالى ناخد كمان محمد طاهر قال ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي وال11 يا ابطال، مبروك البرونز. كمان ثروت عبد العال قال بطوله وانتهت بسم الله، بدايه بطوله جديده الحاديه عشر يا ابطال. هو ده، هي دي ثقافه الاهلي والاهلاويه والله. مصطفى قال نركز في افريقيا برضه عشان نروح كاس العالم ونحقق مركز اول او تاني ان شاء الله. خلاص كاس العالم احنا متعودين عليه، وانا نفسي بصراحه نلعب بعد كده بنص النهائي، يعني لما يبقى بطل افريقيا الاهلي لعبوه نص النهائي، دي رساله للفيفا. لكن لو اي فريق تاني لعبوه ماشي ربع النهائي، لكن الاهلي بصراحه بقى حاله خاصه، المفروض يبتدي نص النهائي على طول زيه زي بطل اوروبا زي بطل امريكا الجنوبيه يعني. اسامه راضي قال شكرا لكم، قدمتم مستوى عالي لكن احنا قدرنا اننا نخرج من تحدي ونبدا، او قدرنا ان احنا نخرج من تحدي ونبدا باخر. عندنا البطولة الأفريقية والدوري غائب عننا، تحديات جديدة وإحنا عندنا ثقة فيكم أنتم قدها. ماشي يا أسامة. ناخد كمان محمد صبري ألف انتظار ال 11. آخر رسالة كمان معانا من علي قال التركيز والبطولة 11 هي أهم الآن، نريد العودة إلى كأس العالم للأندية ويحصد المركز الأول في تاريخ النادي الأهلي والقارة الأفريقية. رجالة الأهلي قدها بإذن الله. طيب دي كانت رسائل حضراتكم للاهلي وللفرقه بعد انجاز كاس العالم وقبل تحدي جديد امام الهلال السوداني وبدايه مشوار دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذا المشوار، وباذن الله يفرحنا اكتر واكتر لان عندنا ناس يعني على قد الثقه اللي جمهور الاهلي بيديها لهم. دي كانت تفاعل حضراتكم او تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.